مساء الورد أصدقائي في كل وقت وأي مكان. النهاردة حابب أكلمكم في موضوع يعني شوية يتعلق ببرج السرطان، بما أننا في الأيام الذهبية لبرج السرطان واللي بتبدأ من 1/7 لغاية 10/7. الشمس بتكون في سنتر برج السرطان وبتديله الصفات الرئيسية واللي عايزين نتكلم عنها النهاردة. طبعا برج السرطان من الأبراج المائية زي برج الحوت وزي برج العقرب. يعني التجربة الكرمية الخاصة ببرج السرطان من الأبراج المائية عموما متعلقة ب يعني التجارب الشعورية العاطفية القوية أو التجارب الإنسانية العاطفية القوية، وكل برج منهم ليه الصفة الخاصة بيه اللي يتميزه بشكل خاص. وبالنسبة لبرج السرطان فهو نازل يجرب المشاعر البشرية بقوة أو التجارب البشرية بقوة، اللي هي في الأكثر مرتبطة بالذات وكل ما يلمس ذاته، وازاي بيرياكت عليها، ازاي بيتفاعل مع المواقف بشكل خاص. طبعا كل برج بيكون عنده صفاته الخاصة اللي بتمنحه او بتأهله ان هو يعيش التجارب الكرمية دي. فعلى سبيل المثال برج السرطان بيميزه أو بيساعده على خوض التجارب دي صفة زي الحساسية. كتير مثلا لما يسمعوا كلمة الحساسية يفتكروا إن هو أي شيء بيلمسه بقوة، أي شيء بيجرحه، أي حاجة بتزعله. الموضوع مش كده بالظبط، لكن ده اللي احنا بنشوفه في النهاية كنتيجة. لكن في الأصل الحساسية إنه بيشعر بالتجربة بشكل كامل أكتر من الناس العادية. الكلمة بيحسها بشكل كامل، الموقف بيحسه بشكل كامل علشان يقدر يخوض التجربة النفسية أو الشعورية للموقف ده بشكل قوي، لأن في الحقيقة ده هو ده درسه الحقيقي. الحاجة التانية هي إن طبعا كل صفة ليها جانب دارك يعني وجانب إيجابي، أو كصفة يعني تحتمل الوضع الإيجابي وتحتمل الوضع السلبي. ففي حالة إدراك برج السرطان أو الأشخاص اللي عندهم الصفة دي، معنى الحساسية الحقيقية أو أدرك بشكل أوضح الميزة دي، فهو هيقدر يستفيد بيها كخدمة للآخرين. لكن ده طبعا لما يرتقي فوق مستوى إدراكه الحسي اللي هو العادي، يعني يقدر بعد كده إنه يستخدمها إنه يساعد بيها غيره لما يقدر يحس بيهم بشكل برضه قوي. فبدل ما انه يحس بالمواقف بشكل اكستريم فيزعل قوي او يفرح قوي، يبدأ بعد كده يحس بالناس بشكل افضل، فيتعامل بالتالي مع الناس بشكل فيه يعني احساس عالي. وهو ده المطلوب منه في الحقيقة، ان هو لما يرتقي يبدأ يساعد غيره بشكل متفهم اكتر. الحاجة الصفة التانية كمان اللي هي بتميز برج السرطان هي الذاكرة القوية، والحقيقة دي برضو كذلك ليها جانبها الإيجابي وجانبها السلبي، وللسرطان فيها مآرب أخرى. فالذاكرة القوية مبدئيا بتساعد أبناء برج السرطان إن هم يكونوا أصحاب تحصيل عالي دراسيا ومتفوقين دراسيا بالفهم السريع والذاكرة السريعة، بالإضافة لأنها تسمح لهم إنهم يخزنوا الموقف بشكل قوي بحيث إنهم ما يتخطوش تجاربهم الشعورية أو النفسية بشكل سريع إلا لما
تكون أنهيت أو تم إدراكها شعوريا بالشكل الكامل علشان الدرس يكون قوي ويكون حقيقي. لأن في حالة النسيان فإن الدرس يعتبر يعني غير مكتمل، علشان كده بتبقى الصفة دي داعمة لتجربة السرطان الروحية أو الإنسانية خلال تجربته على الأرض. بشكل عام الصفة دي من الجانب الإيجابي ليها اللي بتخلي السرطان كمان من أكتر الأبراج. خلاص أنا وفاء، لأنه بيتذكر كذلك المواقف الحسنة، المواقف الجيدة من المحاطين بيه والناس اللي تعمل معاهم، فبيكون إنسان وفي ومخلص لذكرياته الطيبة كذلك. في النهاية مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، وأكيد هنتكلم فيما بعد بمزيد من المعلومات الجديدة عن برج السرطان بتفصيل أكتر وتعمق أكتر لفهم أكبر لجميع الأبراج. وحابب في نفس الوقت إن أنا يعني أتمنى لكم أجازة سعيدة، وأتمنى للجميع أبناء برج السرطان عيد ميلاد سعيد. تحياتي وتقديمي.